ازيك يا دولة؟ حبيبي قولي بقى، انت مش ناوي تاكل مام؟ ما انت عارف ماليش في الشمال يا غالي. يا غالي شمال ايه ويمين ايه؟ ما ما يفرقوا عن بعض. انت بص اهو، ادي اليمين وادي الشمال، مفيش فرق يا راجل. واحد عليه قضية هتطلعه منها ونص مليون في جيبك وسلام عليكم. وما شلتهاش انت ليه يا متر؟ عشان شغال شؤون قانونية مع واحد منافس للراجل اللي عليه قضية. بس ما انا غلطان اني ببصيلك مصلحة يعني؟ لما تبعت لي ورق واحد مجرم ابن كلب يستاهل اعدام بالقانون عشان اطلعه انا براءة بثغرة في القانون تبقى غلطان. تجيلي بالقانون ادوس معاك، تجيلي شمال ماليش فيه. شمال برضه؟ لا، واضح بالدليل القاطع الذي لا يرقى اليه الشك، انت غاوي فقر. هنا على الابو اللي عبرك تاني. سلام. تسلم لي على ما